إذا للوقوف عند تفاقم أزمة السكن والعشوائيات في العراق تزامنا مع ارتفاع معدلات الفقر وفشل السياسات الحكومية بمكافحة الفساد، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. يعني لكي ننطلق من هذا المشروع المتوقف وهو مجمع الرازي في مدينة معقوبة، أسألكم دكتور، يعني لماذا فشلت كل محاولات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في حل أزمة السكن في العراق؟ ما سبب ذلك؟ بالبداية مساء الخير وتحياتي لكم ولجميع كادركم في قناتكم الموقرة وإلى جميع مشاهدي قناة الرافدين. أزمة الاقتصاد العراقي هي أزمة بنيوية في جميع قطاعاته، سواء كانت الصناعة والزراعة وكذلك البناء. طيب، إذن هذه الأزمة المستشرية منذ 2003 ولحد الآن لم تحل بشكل سليم، انطلاقا من أنه أولى الأسباب هي المحاصصة والفساد الإداري وعدم توزيع دخول النفط العراقي بشكل متساوي مع استشراء البطالة، ارتفاع نسبة الفقر. هذه عوامل تؤدي إلى نزوح الناس وإلى عدم توفر السكن الملائم، وحتى إذا توفر فنحن نرى أنه كثير من مشاريع البناء متوقفة، ليس فقط في ديالى وفي معقوبة وحتى في مناطق أخرى من العراق سواء كان بالوسط أو الجنوب. نعم دكتور سناء، هل وجود العشوائيات يدل على وجود فقر مدقع في العراق؟ بدون شك، بدون شك، لأنه نسبة الفقر أكثر من 30%، نسبة البطالة 40%، النتيجة هو هذه، أنه وجود العشوائيات. وحتى كثير من المناطق السكنية الموجودة خارج المدن سواء كان العاصمة بغداد أو غيرها تعاني من قلة الخدمات البلدية. نعم. وخصوصا عندما تنزل الأمطار بكثرة وترى أنه كثير من الشوارع غير مبلطة وغير صالحة لسير العربات، والنتيجة هو كثرة المستنقعات والمياه الآسنة وانتشار الأمراض والأوبئة داخل هذه الأحياء السكنية المحيطة ببغداد والمحيطة ببقية مدن العراق. نعم دكتور سناء، هل تتحمل الحكومة مسؤولية العشوائيات؟ أو مثلا هناك من يقول أن الأهالي قد أخطأوا ببناء العشوائيات، من يتحمل مسؤولية، المواطن أم الحكومة دكتور؟ الحكومة بالدرجة الأولى. لو الحكومة قامت بإيجاد حلول ناجعة وجيدة لحل مسألة السكن لما انتشرت هذه العشوائيات في خارج المدن وفي ضواحي المدن. نعم دكتور سناء، يعني من الغريب في بلد مثل العراق يكون فيه هذا العدد الكبير من الفقراء والعائلات بلا عمل أو سكن، هناك تقارير تؤكد أن ثلث سكان البلاد يعانون من الفقر وأيضا من عدم وجود سكن لهم، لماذا لا تستغل عوائد النفط في تنمية هذه المناطق؟ ما السبب في ذلك؟ ما الذي يحول دون ذلك؟ في ذلك هو النظام السياسي والاقتصادي الموجود بالعراق، هو النظام الفاسد ونظام الأحزاب المسيطرة على جميع مفاصل الدولة. ولذلك نرى أنه هذه الأزمة تستشري سنة بعد أخرى وتستفحل ولا يمكن حلها، يعني تتفاقم. وكثير من المشاريع المتلاكئة في عدم في تنفيذها تعطينا هذه النتيجة. التلكؤ في تنفيذ المشاريع السكنية وهي كثيرة، سنأتي على ذكرها بعد قليل، يعني هل هي مقصودة دكتور؟ أنا برأيي مقصودة وغير مقصودة. مقصودة لأنه التلكؤ معناته شنو؟ معناته أنه عدم وجود مواد بناء، وهناك عوامل تقف وراء هذه، مثلا عدم وجود مواد البناء أو اليد العامله موجوده، لكن الفساد والحصول على ارباح كبيره. يعني انت ترى انه عندما تقوم باي شركه استثماريه لبناء مجمع سكني فحتما يجب ان تقدم
لأنك يعني بتقدم ما يسمى بنسبة معينة كوميشن ها للذي يقف وراء هذه نعم العقد شوف شلون أو هذه العقود عقود البناء سواء نعم. كان المساكن أو المدارس أو غيرها. لماذا العراق يشكو من قلة أعداد المدارس ونحن الآن على أبواب بداية الفصل الدراسي الجديد؟ نعم دكتور سناء، كيف تقبل الحكومة بأن تنشئ مشروع سكني خلال مدة 10 أعوام وهي مدة كبيرة، ثم ينجز منه ما يقارب 60% ويترك بهذه البساطة؟ أين دور الرقابة الحكومية في ذلك؟ الرقابة الحكومية ضعيفة، وحتى قبل فترة كان رئيس دائرة الإعمار في وزارة المالية داود عبيد ياسر تكلم حول هذا الموضوع أن وجود الفساد موجود ومستشري، وكذلك عملية عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية صدق الجيدة لهذه المشاريع البناء وغيرها، وكذلك مثل ما قلنا أنه عملية الكوميشن. نعم. دكتور بدقيقة لو تفضلتم، مشكلة العراق تكمن في الفساد أم المحسوبية أم المحاصصة في التعيينات من وجهة نظرك؟ الفساد والمحسوبية والمحاصصة ثلاثتهم. نعم. عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.